السلام عليكم ورحمة الله، معكم سعيد من قناة الإبداع والتميز. دائما أبدع واستمتع. النهاردة بنتكلم عن الخطوط العربية وإزاي أنزل خطوط عربية على الويندوز واستخدمها على كافة البرامج اللي أنا شغال عليها، سواء برامج الديزاين في المورا أو أدوبي أو برامج المايكروسوفت أوفيس وورد أو الباوربوينت أو غيرها من البرامج. عشان نعمل كده هنروح أولا نشوف بعض المواقع اللي نقدر ننزل من عليهم الخطوط العربية. وأول موقع معانا النهاردة هو موقع براشز. تمام، ادي الموقع بتفتحه ودي الواجهة بتاعته، بتنزل تحت لحد ما تلاقي تحميل الخطوط، ادي الخطوط العربية. تمام، نخش تحت نوت مشاهدة لكل الخطوط العربية، ندوس عليها، ادي هنا هوت مجموعة كبيرة جدا من الخطوط، تختار الخط اللي يعجبك. عندك مجموعة من الصفحات تتنقل فيها ما بين الصفحات وتشوف الخط اللي يعجبك وتقدر تعمل له تحميل، تدوس هنا اهوت، اهو ادي علامة التحميل، في ثواني بيحمل الخط اللي عندك. الموقع التاني كمان معانا هنا اهوت هو AR Fontes، ده برضو موقع من المواقع الرائعة، في مجموعة كبيرة من الخطوط العربية تقدر تختار اللي يعجبك وتحمل فيه. زي ما انت شايف ان اهوت ممكن تختار من القائمة اللي على اليمين، يعني عندنا مثلا ادي الاندلسي، ادي برضو مجموعة كبيرة من الخطوط، تختار الخط اللي يعجبك وتحمل. نحمل ده مثلا على سبيل المثال، اهو ظهر التحميل تحت بملف مضغوط. تمام، الموقع الثالث اللي عندنا هو عرب فونتس او عرب فونتس. تمام، ده برضو بيقدم لنا مجموعة كبيرة من الخطوط اهو، وفي من ضمن المجموعة في حزم الخطوط، تقدر كمان تختار حزمة مجموعة متكاملة من الخطوط. يعني هنا على سبيل المثال جايب لك حاجة اسمها خطوط رفيعة وأطفال والمصحف والخطوط الديوانية وأربعين خط وهكذا، كتير من المجموعات الخطوط، تقدر تختار الحزمة اللي تعجبك. تمام، أو تقدر تعمل بحث كمان حوالين أي خط أنت عايز تدور عليه. ده كان بالنسبة للمواقع اللي تقدر تحمل منها الخطوط العربية. بعد ما حملنا الخط ازاي اقدر اعمل له انستوليشن او سيتاب على الجهاز بحيث ان يكون مقروء في الويندوز ومقروء في كافة البرامج اللي انا شغال فيها واللي انا بحتاج اكتب فيها بالخطوط العربية. بعد ما حملنا الخطوط نشوف ازاي نقدر نعمل لها انستوليشن على الويندوز بتاعنا. عندنا دلوقتي طريقتين سهلين. اول طريقة ان انا هعمل رايت كليك واروح على بيرسوناليز. تمام، هنلاقي فونتس على اليسار هنا اهوت، نقدر نعمل دراج نسحب الخط ونحطه هنا اهوت. تمام، اهو على سبيل المثال ناخده من الداونلود ونروح هنا ونحطه، ادي عملية كوبي اهو، تم التحميل. نقدر نبحث عنه ونكتب اسمه هنا اهوت، ادي اسم الخط وهو موجود. طيب عشان اتاكد ان الخط موجود ولا لا نروح للوورد ونجرب، ادي مثلا نكتب هنا كلمة ونروح نتاكد نشوف قائمة الخطوط اللي عندنا، نكتب الخط اهو نبحث عنه موجود، ادي الخط بتاعنا اهو مجرد ما كتبته اهو، ده الخط اللي لسه محملينه دلوقتي. طيب الطريقة التانية في التحميل ان انا بروح على الملف اللي انا منزله واعمل عليه دبل كليك، هنلاقي فوق هنا هو برنت وهنلاقي فيه انستول، ندوس على انستول وتقول له يس تم التحميل، ادي انستولين خلاص كده حمل الخط. طيب هنا عندنا بقى المجموعة التانية من التحميلات، نعمل اكستراكت اهو، دي مجموعة من الخطوط نعمل عليها دبل كليك، ادي نفس الكلام هنلاقي فيه برنت وهنلاقي انستول. الطريقة التالتة كمان في ان انا اسطب الخطوط على الويندوز، ممكن ادوس على علامة الويندوز هنا هوت وبعدين بكتب كلمة فونت FONT. تمام، وهنلاقي السيتنجز، نخش على الاعدادات هنلاقي فونت سيتنجز، هيفتح لنا نفس الصفحة اللي كنا فاتحينها، بتعمل دراج للخطوط وتحطها هنا هوت، وكده يبقى تم تحميل الخطوط بنجاح عندك على الويندوز، وتقدر تستخدمها في أي
برنامج من البرامج اللي انت بتحتاج فيها للخطوط العربية. أرجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وموعدنا فيديوهات قادمة جديدة على قناتكم قناة الإبداع والتميز. أبدع واستمتع، والسلام عليكم ورحمة الله.